أخ مصطفى والجمعية جابة على هذه المناسبة، ومن طبيعة الحال أنا فرحان لأن كذلك عملها في العيد وفي عيد ميلاد المسيرة الخضراء اللي كانت حرات جنوب المغرب. وفي ذاك الوقت لما كانت المسيرة أنا كنت كندرس في فرنسا، وجميع الفرنسيين كانوا تفاجئوا بداك التلاحم ديال المغاربة اللي كانوا نازلين وكيتمشاو على رجليهم وهازين الراية وداخلين في الصحراء وعطشانين عيالات ورجالة كبار وصغار. وبصراحة في ذاك الوقت في الجامعة اللي كنت كنقرا فيها بزاف ديال الطلبة كانوا كيسولوني على هذاك القوة اللي كانت عند المغاربة والإرادة اللي كانت باش يحرروا الصحراء المغربية بدون عنف، وإما غير بالمشي وبالقرآن الكريم وبالراية. والآن بغيت نشكر الإخوة اللي تكلموا عليا بطريقة جد طيبة، ومن طبيعة الحال أنا كنت حرج شوية لأن الإنسان لما كيتكلم عليك بطريقة جد طيبة ما كتبقاش تعرف كيفاش تعمل. وتنشكر الإخوان كلهم اللي تكلموا، وبغيت نذكر بأن الأخ أبو السهل لما كنت خارج الوطن بصراحة دائما كان كيتكلم معايا في الهاتف، ودائما كان كيشجعني وتيشكرني على العمل اللي كندير، وكان تيتمنى كذلك دائما كيشجعني باش ندخل إلى البلد، وتنشكره على الكلام الطيب اللي قال. والأخ اللي تكلم على الرجاء أنا متفق معاه، لأن أول شيء عملت في الرجاء عملت اختبار لجميع اللاعبين من المينيم اللي هما أقل 15 سنة إلى الإسبوار. ومن خلال هذا الاختبار غير باش تكونوا عندكم فكرة، الاختبار كيدار ب 14 مدرب على الأقل كيكونوا دايرين على الملعب، وكل واحد كيدير التنقيط ديال اللاعبين. من بعد كنجمعهم كلهم وكناخذ النقاط ديالهم تندخلهم في واحد البرنامج في الكمبيوتر، وكل واحد لما كندخل النقاط ديالو المدرب كيوقع بأن النقاط ديالو دخلوا في الكمبيوتر، والكمبيوتر هو اللي كيعطيني الترتيب، واحسن اللاعبين هما اللي تيبقاو، واللاعبين اللي كيكونوا في اخر الترتيب. كلمت الاباء ديالهم وقلت لهم بان الاولاد ديالهم ما عندهمش المستوى باش يبقاو في الكره، احسن يتبعوا الدراسات ديالهم. وتفاجات بان بعض اللاعبين كانوا 4 سنوات أو 5، وقلت للاباء ديالو كيفاش ولدك 4 سنين هو تيلعب وعنده مستوى ضعيف؟ وهو براسو قال لي لانك كنرشي بعض الاخوان. العمل اللي كندير دابا في الرجاء هو بطبيعة الحال ضد الرشوة، وتنفتح الباب لجميع اللاعبين اللي عندهم مواهب، لأن عندي لك موهبة من أسرة غنية مرحبا بها، موهبة من أسرة فقيرة مرحبا بها. وأنا اللي كنشوف من طبيعة الحال المواهب كتكون كثيرة في الأسر المتواضعة، لأن في الأسر المتواضعة كتكون الرغبة عند اللاعب كتكون عنده رغبة قوية جدا، وهذيك الرغبة القوية هي اللي كتجعله يكون موهوب. وخاص تكون بعلمكم بان كما قال الاخ بعض اللاعبين الموهوبين دراري صغار مستوى ممتاز ما عندهمش الفلوس، خاص يعلم بان احنا دايرين لهم قسم او قسمين او ثلاثه في الرجاء ما تيخلصوهم، اللي تيخلصوا عليهم هما الاخرين اللي عندهم الامكانيات. اي طفل شاب صغير عنده 8 سنين 10 سنين وعنده موهبه وضعيف ما تيخلصش في الرجاء. وحاجه اخرى عاوتاني، عملت توأمة مع مدرسة اللي هي فوسيجور سميتها المقري، جميع اللاعبين الرجاء اللي هم متواضعين أو بعاد على الدار البيضاء تيقراو مجانا في المدرسة، ما تيخلصوا حتى شي حاجة. وكاينين شي وحدين لقيتهم في الرجاء عندهم موهبة وكانوا خارجين من المدرسة، وأنا رغمت عليهم يرجعوا للمدرسة وقلت لهم إلا ما رجعتوش للمدرسة ما تلعبوش الكرة معايا. ودابا تا هما داخلين مدرسة المقري تيقراو وما عندهم لا ريال لا جوج. إذا أنا شخصيا من أسرة متواضعة ما يمكنش نفكر في الناس اللي عندهم فلوس، لأن في الناس اللي عندهم فلوس مرحبا بهم، ولا سيما ملي كيكون لاعبين موهوبين. وصدقوني كاينين بعض اللاعبين لاباس عليهم في الرجاء وتيلعبوا عندهم مهارات عالية، وصدقوني بدون ما تيقولوها لشي واحد كيعطوا الصباط ديال الكرة كيعطوه لصديقه اللي هو فقير. أنا شفتها بعيني وما بغيتش ندخل، لأن كاين علاقة معهم ممتازة بين اللاعبين اللي هما لاباس عليهم واللاعبين اللي هما فقراء وتيتعاونوا. ولكن رجاء ما ننساش اللاعبين الفقراء، لأن كيلعبوا الكرة في المدرسة بدون أي ريال، واللاعبين الفقراء داخلين في السونتر دو فورماسيون
الان كنصلحوا فيه وداخل المقر كذلك بدون ريال بدون جوج. وتنشكركم كثيرا على الاستقبال ديالكم وتنتمنى بكل صراحه الدراري الصغار اللي كيسمعوني اللي كنتمنى ملي كتكون في اسره ما عندكش امكانيات وكتظن بان ما تقدرش توصل راه هذا غلط، لان الا كانت عندك رغبه وكتبعد عن الحشيش على الكارو على الشراب وكتتبع الرياضه وكتسمع شغل والديك بصراحه راه الرغبه راه تتوصلك. انا عارف عدد كبير من اصدقائي فقراء من درب السلطان او فقراء من بوربون ولا درب غلف ما كان عندنا التريال، خرجنا للقرايه بالستوب. انا خرجت بالستوب ملي خديت الباك، خرجت بالستوب باش نقرا. عندي 200 درهم في الدار البيضاء، 200 درهم وغادي نقرا في فرنسا، وصحابي نفس الشيء، ولكن راه كلهم دكاتره لان الرغبه كانت قويه. ملي كيكون دري صغير عنده الرغبه وباغي يوصل صدقوني راه كيوصل. اذا اللي كنتمنى ولو يخرج غير واحد او جوج من هاد الدراري الصغار اللي كيسمعوا ويعرفوا بان الرغبه كتوصل، نتمنى باش غير واحد فيهم يوصل، لان عدد مع الاسف تظن بان بدون امكانيات ما نوصلوش، وهذا غلط. الرغبه والعلاقه مع الوالدين، الوالدين خصهم يعاونوا الاطفال الصغار، لان بعض الخطرات كيكون الزمان صعيب والوالدين كيتنرفزوا على الاطفال الصغار وهذا كيكون مشكل. الى الوالدين ولو صعوبه الزمن كيعطوا حبهم للطفل وكيفسروا له بعض الاشياء ويساعدوه في الدراسه ومن طبيعه الحال الرياضه، لان الرياضه راه كتساعد بزاف 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 على القرايه. غير باختصار راه اللاعب اللي كيلعب كره وتيجري المخ ديالو كيدخل الاكسجين بكميه قويه، وهذاك الاكسجين تيساعدو باش يفكر ويحل المشاكل الدراسيه بسهوله. اذا كنتمنى باش الاطفال الصغار يتبعوا النصائح ديال اليوم ويبعدوا عن الحشيش والكارو ويتبعوا الدراسه وبالرغبه ان شاء الله يوصلوا. شكرا لكم.